تعالوا بقى نتعرف على حالة الطقس النهاردة، وبيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتعالوا بالتفصيل كده نشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض محافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة، سجلت 34-25، الإسكندرية 32-24، الإسماعيلية 36-23، والغردقة النهاردة 41-30، المنيا 37-23، سوهاج 39-26، أخيرا أسوان 44-29. تعالوا ننتقل بقى لدرجات الحرارة المتوقعة في بعض من المدن والعواصم العربية والعالمية، ونبدأ من الرياض اللي سجلت 43-27، أبو ظبي النهاردة 37-32، أنقرة 31-19، لندن 24-14، واشنطن 29-18، باريس 28-17، وأخيرا بكين 30-20. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا نروح نطمن اكتر على حالة الطقس، اخبارها ايه اليومين دول من دكتور منار غانم. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل على حضرتك. ازاي حضرتك دكتور منار؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اخبار الطقس ايه اليومين دول، خاصة ان احنا سمعنا انه الاربع والخميس هيبقى مختلف وبعدين هيرجع الجمعة، فهل فعلا في تغيير في الطقس ودرجات الحرارة؟ طيب خلينا نقول الاول ان احنا النهاردة السبت الحد يوم الثلاث بالفعل في تحسن في الاحوال الجوية بشكل صحيح من امبارح، يمكن كمان من امبارح كمان بالفعل من الخميس واحنا او من الجمعة كمان في انخفاض في الحرارة في معظم انحاء الجمهورية، بدأت تترجع درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وده اللي متوقع حتى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. مزيد من التحسن، وكمان خاصة فترات الليل، لان فترات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح بيقلل احساس بنسب الرطوبة الموجودة في الجو، فبيلطف الاجواء بشكل كبير وبيخلي في نسمات هواء لطيفة. صحيح. الاجواء مستقرة بشكل كبير. فترة النهار بس هي فترة اللي بنحس فيها بالاجواء الحارة عشان سطوع اشعة الشمس، وخاصة فترة الظهيرة اجواء حارة راتبة على المناطق الشمالية، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، لكن بصفة عامة الأجواء مستقرة. الظاهرة الجوية المؤثرة معانا هي الشبورة المائية اللي تتكون فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية واضح فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي بشكل تدريجي والرؤية الأفقية تبدأ تتحسن على أغلب الطرق. وده يعني لان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه اللي معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وكمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. من يوم الاربع والخميس والجمعه هيكون في ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره، لان هيرجع تاني منخفض الهند الموسمي ياثر علينا، فهنبدا نحس ان درجات الحراره بدات ترتفع زي الايام الماضيه زي الاسبوع الماضي، يعني هتوصل من الاربع القادم الصورة. من الاربع، اربع وخميس وجمعه عظمى على القاهره الكبرى 35 ل 36 درجه مئويه، محسوسه ممكن توصل ل 39 درجه مئويه بسبب ارتفاع نسب الرطوبه، ويمكن هي نسب الرطوبه كانت الاسبوع الماضي مرتفعه بشكل كبير وهي اللي خلتنا نحس بارتفاع درجات الحراره. حتى الايام دي في وجود نسب رطوبه لكن نشاط رياح بيقلل احساسنا بيها. في نسمه هواء حلوه من امبارح فعلا. بالظبط، لكن مع يوم الاربع والخميس والجمعه هدوء سرعات رياح هيخلينا نحس بوجود نسب رطوبه في الجو، وهي نسب الرطوبه الموجوده دي هتخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره. واحنا الفتره دي يعني حتى انتهاء فصل الصيف هتبدا فتره تذبذبيه ما بين ارتفاع وانخفاض في الحراره، موجات ارتفاع في درجات الحراره او درجات حراره حول المعدلات، لكن اللي بناكد عليه ان مش هيحصل موجه شديده الحراره زي اللي حصلت معانا في 7 أو في 8، هتبقى موجات قصيرة
يومين ثلاثة بالكثير يحصل فيهم ارتفاع في الحرارة ثم درجات الحرارة تستقر في المعدلات. بالظبط كده. هايل. طب نلحق نستمتع احنا باليومين دول لحد يوم الثلاث بقى. نستمتع يعني الحمد لله. يعني هي يعني اليومين دول الأجواء فيها تحسنت بشكل كبير، وزي ما قلنا هي لحد يوم الثلاث، ويمكن الأيام كمان مع الأربع الفترات الجيل ممكن نحس فيها بتحسن. هي بتبقى طبقة فترات الظهيرة تحديدا مع وجود أشعة الشمس وهدوء سرعات الرياح، هي دي اللي بنحس فيها بارتفاع درجات الحرارة ووجود نسب الرطوبة. فعشان كده احنا بنقول دايما فترات الظهيرة لازم نتجنب أشعة الشمس المباشرة. لو احنا موجودين في الشارع لازم يكون معانا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، احتمي مناطق الظل، بلاش الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة. ومهم كمان ان احنا في فترة انتقالية بين الصيف والخريف، مهم جدا المتابعة اليومية للنشرات الجوية، لأن بيحصل تقلبات جوية حادة وسريعة في الفترات الانتقالية دي. ومناسبة ان حضرتك قلتي الشمسية، انا حاسة ان احنا بقينا كلنا نرجع نستخدم الشمسية الاستخدام الصح ليها في الشمس. يعني انا بقيت اشوفها فعلا منتشرة بقالها فترة مع ارتفاع درجات الحرارة، بقوا الناس بيلجأوا ليها، وده الافضل علشان ضربات الشمس اللي بقت كتير مع ارتفاع درجات الحرارة. هو بالفعل طبعا، لان احنا فترات الظهيره بنقول دايما لو احنا موجودين في الشارع هنحس ان قيم درجات الحراره مرتفعه بشكل كبير، لان اشعه الشمس المباشره بتزود احساسي بارتفاع درجات الحراره. لا قدر الله ممكن تصيبني بضربات شمس او اجهاد حراري لو انا بقى تحت اشعه الشمس كمان لفترات طويله. فعشان كده احنا بنقول دايما يكون معانا غطاء للراس، الشمسيه او حتى كاب، او حتى لو مش معايا احتاج طاقيه كده. صح بالظبط، عند حضرتك حق. شكرا لحضرتك دكتور منار غانم، طمنتينا كده على الجو اليومين دول. يعني في نسمه حلوه لحد يوم الثلاث، استمتعوا بيها. من امبارح كمان بالليل كده من على الساعه 5 6 بقينا نحس بهوا، يعني ما كانش موجود بقاله كتير وكام يوم. لا هوا حلو، هوا فيه نسمه جميله كده، مش الحر النار اللي كنا عايشين فيه بقالنا كام يوم، وهيستقر لحد يوم الثلاث.